من كلام أمير المؤمنين في رسالته وعهده لمالك الأشتر يقول: فولي من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك، وأنقاهم جيبا وأفضلهم حلما ممن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى العذر ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء. أما الآن فسنتوقف وقفة مع أخينا المناضل الذي رحل قبل أيام، الناشط ناصر الرس، والذي كان أحد ضحايا التعذيب في السجون الخليفية، وكان شاهدا وشهيدا على تفجر الثورة في داخل البحرين، وشاءت الأقدار أن يرحل إلى جوار ربه قبل أيام بعد معاناته من مشاكل في القلب. ويشرفنا ويسعدنا جدا في هذه الأمسية أن نستضيف الأستاذة الكاتبة والأديبة إيمان شمس الدين، فاستقبلوها محفوفة مصحوبة بذكر محمد وآل محمد. ولكن بما أن المناسبة مناسبة الغدير، احترت كيف أجمع ما بين قضية الغدير وقضية ناصر، فلم أجد إلا البحرين. البحرين التي وسعت قلب ناصر الرس، وسعت قلب كل مناضل. هناك قاعدة فلسفية تقول: التماثل يفيد الانضمام. البحرين كانت من الدول السباقة في الإسلام، حينما دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، دخلت الإسلام سلما دون حرب ودون أي جهد، وكان إسلامها بعد ذلك مباشرة على التشيع لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب على يد الحاكم الذي وضعه في ذاك الآن، إبان بن سعيد بن ابن سعيد، نسيت اسم العائلة. طبعا كمان أيضا زيد بن صوحان وصعصع بن صوحان، كلهم شواهد تاريخية على البحرين التي جمعت ما بين العلم والنضال. كلكم يعلم أن التشيع في إيران كان أحد أقطابه البحرين وعلماء البحرين. اشتهرت البحرين بعلمائها وولائها لأمير المؤمنين عليه السلام، وكانوا شيعة جهاد وشيعة علم. وبما أن شيعة الجهاد وشيعة العلم كما قلنا أن التماثل يفيد الانضمام، فهي تستقطب إليها كل موالي يجمع هذه الصفات الجميلة ما بين العلم والجهاد. وما أعنيه بالجهاد هو مواجهة المستكبرين ونصرة المستضعفين، مواجهة الظالمين ونصرة الحق. وعلى طول الخط التاريخي من 300 سنة اللي إجاء الخليفة إلى البحرين إلى هذا اليوم، مرت البحرين بفترات كثيرة من الثورات، وكان الشيعة في مقدمتها. دوما الشيعة منتفضون على الباطل، وانتفاضاتهم سلمية، لأن البحرين في البداية كما قلت دخلت إلى الإسلام بكل سلم وبدون أدنى معاناة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن دعاهم إلى الحق اهتدوا، وكانوا أيضا في حالات سوح الجهاد أو سوح الحرب كانوا أيضا من المجاهدين في سبيل نصرة الإسلام، وخاضوا كثير من الحروب والمعارك. فكانوا في الموارد التي تحتاج إلى جهاد وسلاح كانوا السباقين، والموارد التي تحتاج إلى علم ونضال كانوا السباقين. لذلك تستقطب البحرين إليها كل مناضل شريف، تستقبل البحرين إليها كل شخصية تحمل هم رسالة، تحمل هم نصرة المستضعفين، تحمل هم إحقاق الحق، تحمل هم العلم. وبصراحة يعني اسمحوا لي أن أتكلم هذه الليلة عن الأخ المناضل ناصر الرس، لأنه فعلا من الشخصيات الشبابية النموذجية التي استقطبها البحرين بالقطبيه العلم والنضال، نضال لأجل الحقوق. ناصر حينما ذهب إلى البحرين أيام الثورة كنا يعني على تواصل دوما معه، كان قلبه ينبض بحب البحرين، كان يعشق البحرين. طبعا هو شخصية كويتية تم سحب جنسيته في جنسية الوالد يعني في الثمانينات بسبب أسباب أحداث سياسية، وبعد ذلك ذهب إلى كندا، ذهبت والدتهم بهم إلى كندا وعاشوا في كندا وأخذوا الجنسية الكندية. ولكن بقي قلب ناصر في الخليج، في مسقط رأسه في الكويت، وأيضا في البحرين لأنه صار في نسب تناسب لأخواته من البحرين، فكان يروح ويجي كثير على البحرين. ولكن حينما قامت الثورة كان متواجدا في البحرين، ما قال أنه أنا مثلا
ما إلي شغل أو أنا مش من البلد أو شيء. لا، ناصر كان فعلا من كان في دوار اللؤلؤة من الشباب الوقادين اللي قلبه ينبض فعلا بحب البحرين وحب البحرينيين، وكان دوما داعم للشباب، دوما داعم لهم ودافع لهم. واعتقل ناصر مريض في القلب من زمان، لا عنده مشكلة في الدم تؤثر على القلب وعلى الرئة، ومع ذلك اعتقل. وفترة الاعتقال كنا على تواصل مع الأستاذ نبيل رجب أيضا الله يفرج عنه، مع والدته، وأنتم تعرفوا أنه هو كندي، ولكن أيضا السفارة الكندية قصرت كثيرا في طلب الإفراج عن ناصر إلا في الفترة الأخيرة. يعني تقريبا هو اعتقل في شهر 3، في شهر 7 يمكن أطلق سراحه. ولكن ماذا فعل ناصر بعد أن أطلق سراحه؟ كشاب يريد أن يعيش ومريض، ليس فقط هو شاب. سأتحدث عن ناصر لأنه فعلا هو اليوم يشكل نموذج الشباب البحريني ونموذج الشباب بشكل عام. ناصر بعد أن خرج من السجن جاء إلى الكويت، وكان بيننا حديث طويل ومع والدته. كان هم ناصر الحقيقي هو كيف ينقل عذاب الموجودين في السجون البحرينية ويثبت إجرام الخليفة، كان هذا هو من همومه الأولى. ولكن كان التفكير كيف يستطيع أن ينقل ناصر الرس هذه التجربة إلى الخارج، لأنه يحمل الجنسية الكندية ويريد أن يذهب إلى كندا. فكان تركيز ناصر حينما ذهب إلى كندا على بعدين، بعد النضال الحقوقي وبعد العلم، وجمع. لذلك قلت التماثل يفيد الانضمام، البحرين تستقطب أو من يلتحق بركب البحرين لابد أن يكون متماثلا مع مسيرة البحرين التاريخية التي هي كما قلت في البداية العلم والنضال. لا يمكن لمن يناضل إلا أن يكون يحمل لواء العلم، شعلة العلم وشعلة النضال. أما النضال دون علم، السائر بغير علم لا تزيده كثرة السير إلا بعدة. لذلك قلت البحرينيين أو البحرين كتاريخ جمعت ما بين العلم والنضال تاريخا. كل التاريخ يتحدث عنها كيف دخلت إلى الإسلام سلما، وكيف كانت تحمل شعلة العلم والعلماء، وكانوا فقهاءه معروفين، وكيف نقلت علمها إلى إيران وإلى الدول المجاورة، وأيضا كيف خاضت الحروب في سبيل إحقاق الحق وفي سبيل نصرة الإسلام. فناصر فعلا ذهب إلى كندا، جمع بين البعدين، ما كمل في الجامعة، درس حقوق إنسانية، حقوق إنسان، وأيضا كمل في المجال الحقوقي ليبلغ عما حدث له وما يحدث في سجون البحرين للمعتقلين في البحرين من قبل الخليفة. وفعلا كل اللقاءات التي كان يتحدث عنها كان يتحدث عن حالته، ولكن لكي يثبت بها حالات أخرى في السجن، أو لكي يثبت بها أحقية الشعب البحريني فيما يطالب وفي ثورته وحراكه المطلبي. لذلك ناصر فعلا قدم نموذج جميل للشباب الناهض، الشباب المتحرك، الشباب الثائر، كيف يمكن أن يكون نموذجا جيدا أمام الغرب، لأنه إحنا أغلب البحرينيين إما مسجون أو مشرد لاجئ في الغرب، والغرب كي تؤثر عليه لابد أن تستخدم أدواته التي يؤمن بها، وأحدها المجال الحقوقي. فقدم ناصر فعلا نموذج استطاع أيضا أن ينقل قصته إلى داخل البرلمان. برلمانيين تبنوا في داخل البرلمان الكندي قضية ناصر، وتحدثوا في البرلمان أمام الحكومة وأمام لجان حقوق الإنسان الحاضرة، ومع ذلك ناصر كان يتحرك على الويلتشير في الفترة الأخيرة. يعني فترة طويلة كانت حركته لأجل البحرين على الويلتشير، يعني مرضه لم يمنع عن حمل هم القضية وإكمال مسيرته العلمية. يعني لذلك أقول هو نموذج جيد ومهم جدا للشباب البحريني ولكل شاب اليوم يريد فعلا أن يلتحق بركب المطالبات الحقوقية، أو يريد أن يلتحق بركب الرساليين، الناس الرساليين اللي عندهم هم. ناصر لم يعيقه مرض القلب رغم أنه حالته جدا حرجة، ما كانت حالة سهلة. الدكتور قال له أكثر من 100 خطوة ما بتقدر تمشي، فلذلك لازم أن تلتزم الويلتشير، لازم دايق كل حركتك في الويلتشير، أيضا جهاز التنفس الذي كان في أنفه لمدة جدا طويلة. وحينما سألوا ناصر إذا عاد بك الزمن إلى الوراء هل ستكرر التجربة؟ قال لا. الرد كان أنه رغم أني أعرف أنه ممكن أنا حط جهاز الأكسجين في منخاري، وأنه أنا أحتاج نقل قلب وقد يكون نقل رئة،
إلا أنني سأكرر التجربة دون أدنى تفكير بكل تأكيد. يعني ناصر لم يعيقه لا المرض ولا سوء الحركة ولا أي شيء جسدي في قبال هم الهم البحريني وهم الشعب البحريني، وفي نفس الوقت أيضا لم يعيقه هم الشعب البحريني وقضية البحرين عن إكمال علمه. إكمال علمه أيضا كان في مجال يخدم القضية البحرينية رغم أنه ناصر مش بحريني. فواقعا اليوم إحنا نعيش يعني حزن رحيل ناصر أطفى بحزن على كثير من الناس في البحرين، فعلا عم الحزن في كثير من الأماكن. في الكويت طبعا حالة حزن ووجوم جدا كبيرة، لأنه ناصر كان رايح لعملية الزراعة، يعني تم استدعائه بشكل سريع أنه أصبح المتبرع جاهز، وهو كان ينتظر هاي اللحظات. وحينما ذهب إلى هناك وبدأ عملية التحاليل صابته الهارت أتاك. فواقع رحيل ناصر المفاجئ، رغم أنه كنا نعرف أنه حالة ناصر كانت حرجة، ولكن كنا نشوف ناصر، قوة ناصر واندفاع ناصر واستمرار ناصر وحمل ناصر القضية البحرينية رغم كل الظروف اللي هو يعيشها، كنا نشوف في عينه الأمل، وكنا نتوقع أنه ناصر أقوى حتى من ضعف قلبه وضعف رئته، وأنه سيصمد ويحاول. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد شيء آخر. لذلك اليوم عشان أجمع ما بين المناسبة الجميلة وهي مناسبة الولاية وقضية ناصر، لم أجد إلا البحرين التي جمعت ما بين ولاية أمير المؤمنين وما بين النضال والعلم لأجل لأجل تحقيق المطالب أو لأجل النهوض بمستوى البلد الذي يحبه أهله والذي يحبه الناس أيضا. لا أحد يذهب إلى البحرين إلا فعلا يتعلق بالبحرين والبحرينيين لطيبتهم وترابيتهم، لأنه دولة فعلا بلد البحرين بلد من تاريخ قديم جدا، لها حضارة، حضارة دلمون. فتاريخ البحرين تاريخ حضاري وتاريخ طويل جدا يجمع ما بين الحضارة والتدين والعطاء والثورة ونصرة أهل الحق. لذلك تستقطب البحرين إليها كل هم رسالي وكل شخصية رسالية تضم في جوفها العلم والنضال. رحم الله ناصر وأسكنه فسيح جناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله الفقيد ناصر الرس وأسكنه الفسيح من جنته وحشره مع محمد وآل محمد. وشاب بهذا العطاء وبهذا الإقدام وهذه السيرة الرائعة والراقية من النضال لا يمكن أن يموت، وإنما ناصر حي في النفوس، وناصر حي في التاريخ، وناصر حي في ذاكرة البحرانيين وحاضر في كل مناسباتهم المختلفة. من أقوال أمير المؤمنين، من الأشعار المنسوبة لأمير المؤمنين، يقول فيها: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ير لانكشاف الضر وجه ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يجيء به القريب المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول به الفرج القريب.